الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن منافسات هذا السباق المحلي الخامس في ثاني أيامه ولياليه. وبرنامجنا المسائي لهذه الليلة عبارة عن إقامة 15 شوط من مسافة 4 كيلومترات لسن الحقائق، جوائز عينية قيمة، سيارات رصدت للفائزين بالمراكز الأولى، سيارات، تسعيرات، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مسافات هذه الليلة هي 4 كيلومترات لسن الحقائق، وهي المسافة المقررة والمسافة الرئيسية، وينطلق مشاهدين الأعزاء على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزة، قناة الريان الفضائية، قناة الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، في كل مكان في هذه الليلة، ليلة الخميس 5 نوفمبر لعام 2020، 19 من ربيع الأول لعام 1442 للهجرة. ليلة تاريخية للفائزين، ليلة لا ينساها المتنومسين في مثل هذه الليلة في ميادين السباقات، حيث تجتمع السبق، تجتمع الأصايل، تجتمع الشعارات في ليلة تاريخية يترقب نتائجها الجميع. هكذا ينطلق الشوط الأول الرئيسي لنستهل أشواطنا الرئيسية، جوائزنا العينية بهذا الشوط المفتوح، حيث تقام هذه السباقات بالدعم السامي والتوجيهات الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمير القلوب، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. مقدمة الشوط يا مخرجنا العزيز ومن تحتل المركز الأول، هوايل على المركز الأول، تعود ملكية هوايل لعبد الله بن مبارك بن حمد بن جهويل على المركز الأول. هوايل في شوط الهوايل يا أبو محمد الليلة. الدور دور المركز الثاني، تصل نوفا لجابر بن سالم بن جابر بن جبران، يقدم نوفا في أقوى أشواط البكار من ناحية الإثارة، من ناحية التحدي، من ناحية القوة. أذكر السادة المشاركين بأن جائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة، سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي رصدت للفائز بالمركز الاول وللفائزة بالمركز الاول. المركز الثالث، الذيبة لعلي بن سالم بن جابر الجربوعي، تحتل المركز الثالث. حصل دخول من بلشة لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي، خطفت المركز الثالث، بينما الذيبة على المركز الرابع في هذه اللحظات لعلي بن سالم بن جابر الجربوعي. ننتقل للمركز الخامس، وصلت حربة في هذه اللحظات لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل على المركز الخامس، بينما المركز الرابع ومن تتسلل خيرة على المركز الرابع لمحمد بن علي بن مثيب. شكرا أبو علي على التعديل. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، النيسان بترول ستيشن يقبع هناك مع الجوائز العينية القيمة، متواجد هناك من سعيد الحظ من سينتزع سويك النيسان الليلة. الليلة 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 يا مضمرين، الليلة يا مسايرين. ما زالت المقدمة مع هوايل بن جهويل، هوايل بن جهويل على الصدارة، يتابعها حمد بن محمد بن جهويل في التضمير، تنطلق على المركز الأول مع عبد الله بن مبارك بن جهويل، بينما المركز الثاني تصل بلشة، تصل بلشة على المركز الثاني، تعود ملكيتها لمحمد بن سالم بن قطامي، بينما المركز الثالث ومن تتسلل من الجانب الآخر نوفا مع شعار البطل، نوفا مع بن جبران. المركز الرابع، تتقدم حربة لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس يصل شعار الامبراطور، تتقدم مغيضة لمحمد بن علي بن قريع مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، كيلو ونصف الكيلو يا هل الحقائق، كيلو ونصف الكيلو من المسافة المقررة المسافة الرئيسية. الله
يا الامبراطور. شوف هذا الاختراق من خارج دائرة النداء الى المركز الرابع مباشرة. ايضا وصلت شفا لراشد بن علي بن بخيت المقارح. ولكن نعود الى مقدمة الشوط، النيسان بترول ستيشن يا مضمرين، شعار البطل يسيطر على النيسان مع ال 1500 متر الاخيرة. وين ال 1005؟ 1200 متر، اقتربنا من الكيلو متر الاخير. يسير هذا الشوط بسرعة فائقة، بسرعة فائقة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، نوفا نوفا نوفا، شعار البطل، شعار عودنا دائما على انتزاع الاشواط الرئيسية، على الحضور في المهرجانات، في التسعيرات، في اشواط السيارات. شعار سالم بن جابر بن جبران مع نوفا، نوفا يا نوفا يا نوفا، مع السيارة، مع التسعيرة، مع المقدمة، نوفا مع المركز الاول. الامبراطور قادم مع المركز الثاني، قادم مع مغيضة، مع مغيضة. بينما المركز الثالث حربة، حربة يا حربة. والعصا قوس مع حمد بن محمد بن سالم بن جهوين المركز الرابع. اول الواصلات وصلت ابراد، عبد الله بن علي بن عبد الله بن عريج مع المركز الرابع. المركز الخامس شفا راشد بن علي بن بخيت بن مقارح. ولكن نوفا، ولكن نوفا مع البطل، التسعيرة مع البطل، السيارة مع البطل، الناموس مع البطل. سالم بن جابر بن جبران يقدم نوفا، يقدم نوفا في الشوط المفتوح، في الشوط المفتوح، في الشوط المفتوح. طار بن جبران، طار راعي نوفا بسيارة الشوط، بناموس الحقائق الرئيسي. سالم بن جابر بن جبران يقدم نوفا، هذا البطل، هذا الخطير، هذا المرعب، هذا المرهب. الله يا نوفا سلام، يا نوفا سلام، سلام يا سالم يا بن جابر يا بن جبران سلام على انتزاع نوفا لشوط الحقائق الرئيسي. يستاهل مجابر، يستاهل البطل. اشكرك على هذا التضمير المميز. نوفا يا نوفا يا نوفا، تنتزع رئيسي الحقائق. تهانينا والناموس لسالم بن جابر بن جبران، والتهاني لجابر بن سالم بن جبران. المركز الثاني، المركز الثاني طواري شبيب بن عرار بن عمير الرمزان النعيمي. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث أبراد لعبد الله بن علي بن عريج. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت ناصية عبد العزيز بن زيد بن علي الشراب. المركز الخامس، المركز الخامس حربة لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، شوطنا الرئيسي المفتوح لسن الحقائق يذهب مع شعار البطل سالم بن جابر بن جبران. تهانينا وناموس على انتزاع الشوط الأول الرئيسي المفتوح للحقائق، وبالتالي تنتزع النيسان بترول الستيشن الاكس اي. تهانينا وناموس والف مبروك. 6 دقائق هو التوقيت الزمني، 6 ثواني، 48 جزء من الثانية. التهاني والناموس لجابر بن سالم بن جابر بن جبران، وتهانينا لك يا البطل يا سالم بن جبران على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه أبراد اللي تحمل الرقم 10، 6 دقائق 10 ثواني بالوفاء والتمام. التهاني والناموس لمالك أبراد عبد الله بن علي بن عبد الله بن عريج. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق يا بن عريج. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت طواري، قطعت المسافة في 6 دقائق 10 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك طواري من احتلت المركز الثالث.